الخير على كل مشاهدينا على قناة الصحة والجمال. صباحكم إشراقة أمل وحلقة جديدة من برنامج رؤية. الحقيقة النهاردة هنتكلم في موضوعات مهمة جدا، وبعتذر لجمهورنا عن فقرة من كل مكان حكاية. النهاردة مش هنطلع بيها نظرا لبعض الموضوعات اللي هنتكلم فيها محتاج لها وقت كتير. خلينا النهاردة يعني نتكلم في بعض الموضوعات المهمة. هنناقش قيم ومبادئ افتقدناها في بعض الناس وبنتعامل معهم. كمان هنناقش دور رجال الدين في تقويم السلوك ونشر التوعية الدينية والفكرية للشباب للارتقاء بالنفس البشرية. وهنناقش يعني هنتكلم عن صلة الرحم، كمان هنتكلم عن الانتحار وأسبابه، وهنتكلم عن التنمر. خليني النهاردة أبدأ حلقتنا مع ضيفنا العزيز، ضيف حلقتنا اليوم فضيلة الشيخ محمد عمار الإمام والخطيب وزارة الأوقاف. أرحب بك يا فندم. أهلا وسهلا فندم. أهلا. في البداية عايزين نعرف السادة المشاهدين ونتكلم عن صلة الرحم، يعني إيه معناها؟ المفروض نقوم بيها إزاي؟ يعني خلينا نبدأ بس الأول بتعريف صلة الرحم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من القيم الحضارية ومن الفضائل الأخلاقية التي دعا إليها الإسلام صلة الرحم. وصلة الرحم تعتبر أصل من أصول الدين، وتعتبر شعبة من أبرز شعب الإيمان دعا إليها القرآن الكريم. فإن الحق تبارك وتعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فالله عز وجل قرن تقواه بتقوى الرحم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هذا إن دل فإنما يدل على قدسية صلة الرحم. والأمر بصلة الأرحام يأتي في المرتبة التالية بعد الأمر بعبادة الله، فإن الحق تبارك وتعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، يعني كمان الأقارب، وبذي القربى يعني يأتي في الأمر بعد الأمر بعبادة الله وبعد الإحسان إلى الوالدين يأتي الأمر بالإحسان إلى الأقارب. وصلة الرحم هم أقارب الإنسان، ومعنى الأقارب الإنسان اللي هم إيه؟ الزوج، الزوجة، الأولاد، العم، العمة، الخال، الخالة وأولادهم، كل هؤلاء وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فالقرآن الكريم بيؤكد على صلة الرحم. والقرآن الكريم زي ما بيّن فضل صلة الرحم، بيّن القرآن الكريم أيضا خطورة القطيعة، خطورة القطيعة، قطع صلة الرحم، وبيّن أن قطيعة الأرحام تعتبر ضرب من ضروب الفساد في الأرض. يقول رب العالمين: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويجي الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد ما جاء في القرآن الكريم في فضل صلة الرحم، مبين صلى الله عليه وسلم بأن صلة الرحم تعتبر سبب من أسباب زيادة الرزق، وسبب من أسباب إطالة العمر. فيقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أسره فليصل رحمه وليبر والديه. فضيلة الشيخ، أنا بس حابة أعرف من حضرتك، يعني عايزين نبسطها شوية للناس اللي بتشوفنا، تفسر لنا بعض الآيات أو بعض الأحاديث اللي حضرتك بتقولها لنا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيبين يعني الإنسان لو عاوز رزقه. أنا هستأذن حضرتك معلش، هو في مكالمة تليفونية. تمام. ألو، معنا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام، مع حضرتك يا فندم. ممكن اكلم الشيخ حضرتك؟ اتفضل. اتفضل الشيخ سامعك. لو سمحت يا شيخ. اتفضل. لو سمحت يا شيخ سامعني؟ الشيخ معاك يا فندم، اتفضل. اتفضل يا سبحان. بقول لحضرتك انا بس ما بصلش رحمي وكده، وبصلي وعارف ربنا كويس وكده، بس غصب عني مش عارف اصلي.
في أسباب سهل مشاكل عليا الحال. يعني، ولا في قطيعة ما بينك وما بين أهلك؟ لا ما فيش قطيعة، أمال إيه السبب يعني؟ ما فيش قطيعة، بس الشغل اللي حاكمني بكده. أه يعني مفيش وقت لحضرتك إن أنت تزور أهلك، صح كده؟ تمام. طيب فضيلة الشيخ هيرد على حضرتك، شكرا، بشكرك. تمام. الاستاذ محمد اصلا مش عارف يزور اهله، مش عارف يزور اقاربه بسبب اعباء الحياه وبسبب الشغل. تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول صلوا ارحامكم ولو بالسلام، صلوا ارحامكم، يعني ما عندوش وقت بسبب موضوع العمل، ممكن يتواصل معهم عن طريق ايه، التليفون، وده يعتبر ايه، يعتبر واصل لارحامه. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى عالم بالنيات، يكفي يا فضيلة الشيخ. صلوا ارحمكم. طالما ما عندوش اي وقت خالص، هو بيقول ظروف عمله ما فيش اي مشكله. يعني في ظل ظروف الحياة دلوقتي فيها عبء جامد، ان الواحد بيبقى ما بين شغله وما بين بيته، الوقت بقى ضيق جدا، مواعيد العمل كمان بقت لتسعة عشرة بالليل، 12 بالليل، فما بيبقاش في وقت. يوم الاجازة بيبقى هو حابب او حاسس انه يعني اريح فيه، انام شوية، هيصحى عنده التزامات مهمة جدا لازم اول باول يخلصها، فعليه وزر يعني، حرام او ايه اللي البديل ليه؟ هو المفروض يخصص جزء من وقته لصلة الأرحام أو يتفقدهم بالزيارة. طيب هو ما عندوش وقت خالص، هو وربنا سبحانه وتعالى عالم بالنيات، ما عندوش وقت خالص، يعني هو مش قصده، مش متعمد القطيعة. مش فهنا زعل يعني او مشاكل او طالما كده. مفيش مشاكل، مفيش زعل، مش متعمد القطيعة، هنا تمام يصلهم ولو بالسلام. تمام كان في أحد الصحابة لحن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله لي قرابة، لي الرسول مبين خطورة القطيعة هنا، لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شبههم بالرماد الحارة. ثم قال إيه، ولا يزال معك من الله ظهير ومعين ما دمت على ذلك. فالإنسان اللي يعني خليك واصل أرحامك، وربنا سبحانه وتعالى هيكون ناصرك ومعينك صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأقارب لا يصل أقاربه إن وصلوه، يعني هو بياخد الزيارات ولكن ما بيبادلش بيها، لا هو ولا يزره، يعني إن زرتني أنا هزورك، ما زرتنيش ما مش زرتنيش؟ هزورك. فالرسول تمام. صلى الله عليه وسلم قال إيه بقى، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، من إذا قطعت إيه رحمه. يعني لو ما حدش بيزوره بس هو بيزور الناس، هو ليه؟ تمام. لأن في بعض الأقارب إيه، لا يصل أرحامه إلا إذا وصلوه، ويقطعهم إن قاطعوه، ولكن ده يعتبر مفهوم خاطئ. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل إيه، من إذا قطعت رحمه وصلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيحض على إيه، صلة الرحم، وبيحذر صلى الله عليه وسلم من عقوبة قاطع الرحم، وبين عقوبة يعني الإنسان اللي بيقطعوا أرحامهم دولت، يعني الرسول منعهم من دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. كان قصة جميلة جدا، الصحابي الجليل أبو هريرة كان بيحدث في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا يجالسنا اليوم قاطع رحم، لا يجالسنا اليوم إيه، قاطع رحم. فقام شاب من أقصى الحلقة، يعني من هم قاعدين حاضرين مجالس العلم، كان قاعد في الآخر كده في المؤخرة، ترك المجلس وانصرف. فهذا الشاب كان ليه عمة قاطعها منذ سنين، فذهب إليها، فتعجبت عمته، ما الذي جاء بك يا ابن أخي اليوم بعد يعني طول السنين، ده انت كنت مقاطعني الفطر دي كلها. قال والله يا عماه انا كنت جالس مع الصحابي الجليل ابو هريره يحدث عن رسول الله، فسمعته يقول لا يدخل الجنه قاطع رحم، فقمت من اقصى الحلقه لكي اصلك واتودد اليك. فقالت اذهب الى ابي هريره وقل له لماذا قال ذلك. فذهب ابو هريره، فذهب الرجل الى ابو هريره وقال له لماذا قلت لا يجالسنا اليوم قاطع رحم؟ قال ابو هريره لانني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرحمه لا تنزل على قوم فيهم قاطع قاطع رحم، رحم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قاطع رحم. فالانسان اذا اراد ان يصل رحمه، الرسول الاسلام وضع لنا اسس ومبادئ، واللي من اجل الاستعانه بصله رحمه، اولا الاستعانه بالله، لابد من الاستعانه بالله، لابد من الصحبه الصالحه، لابد ان يكثر الانسان من الدعاء، لابد ان يتحلى بالاخلاق والقيم والفضائل الحميده التي تدعو الانسان الى صله الارحام. وقطيعة الرحم يعني تعتبر ذنب بيعجل الله عز وجل عقوبته في الآخرة، في الدنيا ما من ذنب
أجدر من أن يعجل الله لصاحبه في الحياة قبل الممات من البغي وقطيعة الرحم، وفي رواية أيضا من البغي وعقوق الوالدين صلى الله عليه وسلم. طب حضرتك شايف انه الشخص اللي بيزعل مع اهله، مع امه، مع ابوه، يسيب البيت ويمشي، ده يعني عقابه ايه عند ربنا؟ وهو مش عاوز يصلحهم، هو حاسس ان هو المجني عليه، او هو يعني تفكيره الاصح في الموضوع اللي زعل فيه ومشي، حضرتك تقول له ايه؟ اولا الاسلام، وعقوبته ايه؟ الاسلام ايضا بيدعونا الى، زي ما دعا لصله الرحم، الاسلام بيدعو ايضا الى البر وحسن التعامل مع الوالدين، لان القران الكريم اكد على الوصيه بالوالدين وقال: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، وقال ايضا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، وقال ايضا: ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فالقران الكريم بيؤكد على البر بالوالدين، لان كلمه البر تعتبر كلمه جامعه لخصال الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني جف احاديثه بيؤكد على الوصيه بالوالدين، فقال صلى الله عليه وسلم عندما سئل: اي العمل افضل الى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاه على وقتها. قلت: ثم اي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم اي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يعني شوف الرسول قدم البر بالوالدين على الجهاد، وكلنا نعلم ان الجهاد في سبيل الله ليه مكانه عظيمه. صحيح. فالانسان عندما يكون بارا بوالديه، والبر بالوالدين يكون بالاحسان اليهم، التفقد، تفقد الوالدين، ان ينفق عليهم بماله، ان يحسن اليهم، ان يتواضع لهم، فلا تقل لهم ايه؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وكلهما ايه؟ قولا، وكلهما قولا كريما. فالاسلام مطالب ان يتكلم الكلام الطيب. صحيح. فهذا الشاب او هذا الابن اذا غضب من والديه وترك المنزل، هذا يعتبر من العقوق، لان هذا يؤدي الى حزن الوالدين، وتحزين الوالدين يعتبر من عقوق الوالدين. حتى لو كان الأب قاسي، يعني في بعض الأبهات شوية بيكون عندهم قسوة في التعامل، أو يعني ما عندهوش الحنية أو الطيبة مع أولاده، هو شايف إن دي تربيته، يعني هو اتربى كده وبيربي أولاده كده. لو كان الأب قاسي على أولاده، حضرتك تفتكر إنه برضو ليه ذنب على الولد؟ موضوع القسوة دي عقوبة لوحدها بيعاقب عليها الأب، ولكن الابن لابد ما قابلهاش إساءة بإساءة، يعني لا يعني وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فهذا الشاب لابد أن يكون برا بوالديه وأن يحسن إليهم، وهذا ما دعا إليه الإسلام. طب حضرتك شايف أن بعض الشباب النهاردة مثلا، الولد بيبقى ليه فكر شوية مختلف عن البيت وكده، ولكن هو بيحاول يسمع كلامهم وبيعمل بره اللي هو عايزه، وده طبعا بيؤدي لحاجات ومشاكل تانية. يمكن اتكلمنا مع حضرتك في الادمان وفي كذا حاجه تانية. الام بتبتدي تاخد الولد، يعني تطبطب عليه وكده. في امهات تانية لا، يعني المفروض احنا عارفين الاب لو قاسي شويه الام بتطبطب. فبعض الاسر بتكون الام كمان فيها أسوأ، يعني بتتعامل مع الولد دايما بتنشانه، دايما زي ما فيش احتواء، ما فيش طبطبه على الولد، ما فيش اسمع له، لا هو بابا قال لا فهو لا، احنا نسمع الكلام اللي بابا قاله، او يعني بنتعامل معاه من منطلق يعني انا صح انا الكبير. يعني يمكن عندنا مشكله من المشكلات قابلتنا، انه الولد الاب بايع، يعني كتب لهم حاجات وبايعهم الحاجات بتاعتهم. حضرتك شايف ان الاب ده عقوبته ايه؟ والولد اللي سايب بيته بسبب بعض المشاكل اللي زي كده عقوبته ايه؟ يعني مثلا الأب حرم بعض أولاده بيد الميراث، يعني بيعهم كل ما يملكه علشان هو ياخد المال ده. تمام. هنا يعتبر الأب ارتكب ذنب طبعا، لأنه يعتبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن يتعففون إيه؟ خير من أن يتكففون إيه؟ الناس. فهذا الأب الذي باع التركة من أجل بقصد حرمان أولاده، هذا يعتبر إيه؟ ارتكب إثم. وهنا بترجع لتربية الأسرة.
فهنا الوالدين لابد ان يربوا اولادهم على القيم والمبادئ والاخلاقات الحميده، يربوهم على الصدق، يربوهم على المراقبه، محاسبه النفس، الخوف من الله عز وجل. كذلك ايضا الام لابد ان يكون عندها حنيه لبعض للاولاد، لاولادها صحيح، يعني والا وده يعتبر من المشاكل اللي بتؤدي الأولاد الى الانتحار، صحيح، اللي هو التفكك الاسري، صحيح، عدم هننتقل طبعا او التنمر، ده يعتبر ايه؟ عدم رعايه الاسره للاولاد. انه ما فيش، يعني هو دايما شايف اضطهاد في البيت وشايف من الام والاب، فخلاص يعني اذا كان القدوه كده فانا اشوف حياتي بره يعني. تمام. طيب حضرتك، يمكن الفتره اللي فاتت احنا شاهدنا طبعا كتير من حالات الانتحار، فكنت حابه اسال حضرتك اسبابها ايه؟ ورأي الدين فيها ايه؟ تمام. الانتحار يعتبر من الظواهر السلبية التي طفت على سطح الحياة، من الظواهر السلبية التي انتشرت في هذا المجتمع. الانتحار معناه هو أن الإنسان بيقوم بقتل نفسه أو يعتدي على نفسه، مع أن النفس ليست ملكا للإنسان، وإنما النفس ديت ملك لله عز وجل، فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على نفسه. ولذلك القرآن الكريم أكد على حرمة الاعتداء على النفس أو الانتحار أو قتل النفس البشرية. لذلك القرآن الكريم يقول إيه؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. صحيح. ويقول رب العالمين أيضا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم إيه؟ رحيمة. وجريمة الانتحار بتختلف من شخص لآخر. ربما يقوم الإنسان بقتل نفسه بإشعال النار في نفسه، ربما يلقي نفسه من الجبل، أو يلقي نفسه من مكان عالي، أو ربما يقوم بقطع شرايين يده، أو ربما يرمي نفسه في البحار أو المحيطات. فالانتحار يعني بيختلف من شخص لآخر. وزي القرآن الكريم مأكد على حرمة الانتحار وحرمة قتل النفس، يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد على حرمة قتل النفس أو الاعتداء على النفس البشرية. فيقول صلى الله عليه وسلم إيه؟ من تردى، يقول صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فإنما يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تحسى سما فإنما يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. إذا الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من إيه؟ الانتحار. والإنسان أستاذن حضرتك، إحنا هناخد بس مكالمة تليفونية. أستاذة هدى، ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا فندم مع حضرتك. ممكن أتواصل مع سيدنا الشيخ؟ أستأذن حضرتك بس ممكن تعلي صوتك شوية؟ ممكن أتواصل مع سيدنا الشيخ؟ اتفضلي مع حضرتك. طب انا كنت عايزه بس اتكلم مع الاستاذ مع الشيخ. اتفضلي يا فندم، هو سامع حضرتك. طيب انا عندي متجوزه وعندي اولاد. وبعدين يعني جوزي بصراحه يعني مش كويس، معنى اصح مع اولادي معايا. يعني هو بصراحه بيعمل حاجات وحشه كتير ومش عارفه بصراحه انا اتعامل معاه ازاي، او ولادي طبعا متدمرين نفسيا الاسلوب الوحش وماشي مع حريم كتير وانا بشتغل وبصرف على ولادي وما باخدش منه جنيه الاكل وشرب ولادي. طب عايزه بس يعني حضرتك الشيخ بس يعني يرد عليا يقول لي اعمل ايه يعني كده. ماشي يا فندم، بشكر حضرتك. بالنسبة لموضوع الزوج اللي هو لا يحسن معاشرة زوجته، يعتبر ارتكب إثم ولا بيصرف على البيت كمان. لأن الإسلام بيحض على الإنفاق على الزوجة. يقول صلى الله عليه وسلم إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرك الله عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. والرسول صلى الله عليه وسلم بيحذر من عدم الإنفاق على الزوجة. فقال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فهذا الزوج اللي هو بخيل على الزوجة وعدم الإنفاق على الأولاد أو على الزوجة فيعتبر ارتكب إثم. ولكن نقول هذا الزوج يعني ينفق على قدر استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فهذا الرجل ارتكب إثم، فلا بد أن يحسن معاشرة زوجته بالمعروف، وذلك من خلال الآية القرآنية وعاشروهن بالمعروف. فأنا بوجه الزوجة ديت إن هي تتعامل مع هذا الزوج وتوعظه أو تأتي بأهل الخير يعني قاعدة معاه، ولعل ربنا سبحانه وتعالى يصلح الحال. احنا معنا مكالمه تليفونيه. استاذه امل، ام امل، الو. السلام عليكم. ايوه يا فندم. وعليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ؟ اهلا وسهلا، ازيك يا حاج؟ اوكي يا عم الشيخ، احنا يعني اهلي قاطعيني خالص واهل جوزي قاطعيننا،
واني وابويا حتى مش بيحن عليا، واني بروح له وبرضه اللي فيه فيا. حتى ولادي كل ما يروحوا شغلنا ما بتتمش إلهم، وفي ناس اصلا بتاذينا انا مش عارفه اعمل. وانا ماشيه بمرضي الله والله انا وولادي، وتعبت تعبنا من الحياه خالص. كل ما نروح ولادي لشغلنا متقفله متقفله متقفله، وفي ناس اصلا انا مسكت اذيتهم على طول يعني قدام بيتنا وفي كل حته. فانا مش عارفه اعمل ايه، واهلي قاطعيني من غير سبب، وكل يعني حياتنا كلها متقفله. فانا عايزه حضرتك تدعي ان يعني ربنا يشوف كربنا ويقول لي اعمل ايه. بشكر حضرتك يا فندم. شكرا. فضيلة الشيخ يرد على حضرتك. عليها بالصبر والثبات، لأن هذا يعتبر ابتلاء من الله عز وجل. عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير. إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. فأنا بقول لهذه المرأة بأنها تود أهلها وتود أبوها وتود أمها. ولو رفضوا فتح الباب ليها أصلا، ما احنا بنقول صلوا أرحمكم ولو بالسلام، لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون لا إليهم. لا، اللي أقصده ممكن حد يخبط على باب أهله فيقول له أنت إيه اللي جابك، اطلع بره ويقفل الباب. خلاص الإسم والذنب عليه. فهي تصل وتعمل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، والإسم والذنب على إيه؟ على القطيعة. وطبعا القطيعة ديت عقوبتها عند ربنا سبحانه وتعالى. تكتفي بأولادها بقى وتربيهم وتعيش معاهم. مفيش مشكلة. ويبقى هم الأسرة التانية. مفيش مشكلة. ويبقى لها ثواب كبير عند ربنا سبحانه وتعالى. إن شاء الله. نكمل مع حضرتك الانتحار وأسبابه. وعايزة قبل ما هنبدأ هسأل سؤال لحضرتك. حضرتك تفتكر الانتحار لو واحد شاب يعني بياخد مخدرات، احنا عارفين طبعا المخدرات بتذهب العقل وما بيبقاش داري بما حوله يعني، فكنت حابة أعرف رأي الدين لو واحد انتحر ولكن هو مش مدرك مغيب يعني. اولا الادمان والمخدرات يعتبر هو وزر طبعا وكبيره وكل هو من الاسباب هو من الاسباب الجالبه للانتحار. زي الانتحار مثلا يعني ليه عوامل نفسيه، ليه في عوامل اقتصاديه، في عوامل طبيه. العوامل النفسيه زي الحزن، الاكتئاب، الاضطراب، الخوف، القلق، دي عوامل نفسيه. في العوامل الاقتصاديه زي مثلا ايه، ربما يبيع اساس البيت. الادمان برضو نوع من انواع الادمان، نوع من انواع الانتحار. فهو اذا ادمن وخلاص غيب عقله وانتحر، الانتحار اصلا في الاصل يعتبر كبيره من الكبائر، يعتبر كبيره من الكبائر. ويعني وطبعا منظمه الصحه العالميه يعني اخبرت إن كل 40 ثانية على مستوى العالم في حالة انتحار. كل 40 ثانية في حالة انتحار على مستوى العالم. ومليون شخص على مستوى العالم يقومون بانتحار أنفسهم، يقومون بانتحار أنفسهم. فهذا الإنسان اللي هو أدمن وانتحر برضو ارتكب كبيرة من الكبائر، لأنه أصلا ارتكب ذنب في تناول المخدرات لأنه غيب عقله. والإسلام أمرنا بالمحافظة على العقل. احنا ما يبقاش في العقل يجيب مننا يعني، حتى في الصلاة أنا لازم الواحد يبقى مركز. تمام. غير موافق. طيب اتفضل. فالانتحار في الانتحار ليه أسباب كتيرة. في عوامل نفسية، في عوامل اقتصادية، في عوامل طبية. العوامل النفسية زي ما قلنا القلق، الاضطراب، الخوف. لا كمان في ناس في ناس يعني مرضى نفسيين بيتعالجوا من مرض نفسي، ويعني بيبقى عندهم اكتئاب حاد وبيروحوا للدكاترة ويعني بياخدوا أدوية أو كده، ممكن في لحظة يجي لهم يأس فينهوا حياتهم، عليه وزر؟ ايوه طبعا. حتى لو هو مريض يعني، دايما في مرضى نفسيين مرضى هم مش مدركين اللي بيعملوه. تمام. يعاقب عليه. ما هو هنا دور الاسره، لابد من وسائل العلاج، لابد من علاج هؤلاء اللي عندهم قلق او عندهم اضطراب او اكتئاب، فلابد من علاج هؤلاء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيحذر من هذه الجريمه صلى الله عليه وسلم، وبين ان حكم الانتحار يعني بعض الناس يعني على صفحات الانترنت قالوا المنتحر ده يعتبر كافر. اولا المنتحر ليس بكافر، وانما المنتحر ارتكب كبيره من الكبائر يعاقب عليه، وليه حكم المشيئه. ليه بقى؟ الدليل على ذلك ان في رجل اسمه صحابي اسمه الطفيل بن عمرو، وجد رجلا في منامه انه وجد رجلا انه قد قطع شرايينه عندما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل فلما هاجر المدينه يعني مرت به ضيقه من العيش فقطع شرايينه فمات. فجي في المنام للطفيل بن عمرو
رضي الله، وهو صحابي من صحابة الرسول، فقال ماذا فعل الله بك؟ قال لقد غفر الله لي بهجرتي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وماذا فعل الله بيداك؟ اللي هو قطع شرايينه فوجدها ملفوفة. قال قال لي رب العالمين اصلح ما افسدته. فلما استيقظ الطفيل بن عمرو اخبر الرسول بهذه القصه. طب استاذن حضرتك عشان معانا مكالمات كتير قوي. ام مريم من الجيزه، الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا فندم الشيخ سامعك. اتفضلي يا فندم مع حضرتك. بقول لحضرتك انا بقالي 6 سنين تعبانه نفسيا. تعبانه نفسيا. اتفضلي يا فندم. وانا ربنا ما رزقنيش معايا 3 بنات وبتعب ربنا يديني اخرين. وبعدين انا بستغفر ليل ونهار بس تعبانه. هل دوت حرام عليا؟ اللي انا من انا راضيه وكل حاجه بربنا عطولي، بس انا بدعي ربنا ان ربنا يديني، بس انا تعبانه، هل ده حرام عليا؟ طب معلش استاذنك بس ممكن السؤال تاني؟ بقول لحضرتك انا معايا 3 بنات. 3 بنات. وبدأ ربنا يديني اخ ليهم، مش ربنا ما قرضش، بس انا تعبانه نفسيا، هل ده حرام عليا؟ بستغفر ليل ونهار. تمام. ربنا حرام عليا ودخلني النار يعني؟ طب يا فندم هنرد على حضرتك، بشكرك يا فندم. تمام. انا بقول للحجه طبعا ان ربنا سبحانه وتعالى يقول يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ايه الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناث، وسبحانه وتعالى ايه ويجعل من يشاء ايه عقيما. صحيح. فانا بقول للحجه فعليك بالصبر وعليك بالثبات، ولا تيأسي من رحمه الله سبحانه وتعالى. وده يعتبر اختبار وابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى. فالبنات ربنا رزقك بالبنات، والبنات ده الرسول صلى الله عليه وسلم الاسلام اعلى من مكانه. صحيح. البنت. صحيح. وانا بشارك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان له 3 من البنات فاحسن صحبتهن وعلمهن وكساهن من ماله كن له حجابا من النار يوم القيامه. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من كان له بنت فقد احتضر من النار يوم القيامه صلى الله عليه وسلم. اذا البنت هي الام وهي الزوجه وهي العمه وهي الخاله، فالاسلام اعلى من مكانه البنت. والرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده السيده فاطمه، كان يقبلها بين عينيها وكان يجلسها صلى الله عليه وسلم في مجلسه. فانت ربنا سبحانه وتعالى رزق بالبنات، فبصي الاجل منك اللي ربنا ما رزقوش خالص. صحيح. فده يعتبر اختبار وابتلاء برضه من ربنا سبحانه وتعالى. وطبعا خلي عندك حسن ظن بالله وخلي عندك امل، ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء ده ممكن يرزقك. على فكره يعني ردي يعني الام مريم اني اوقات البنت بتبقى ب 100 راجل، يعني هي اللي بتشيلك، ابنك ممكن ما يشيلكيش. تمام. اتفضل مع حضرتك. تمام. فانا بقول للسيده ام مريم يعني البنات يعتبر نعمه من عند ربنا. صحيح. سبحانه وتعالى. صحيح. فلابد ان تحسن لما تحسني تربيه البنات دولت وتعلميهم، ده انت خدت ثواب كبير. صحيح. يعني احتضرتي من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا لابد يكون عندك امل، لابد يكون عندها ايه امل. الامل يعتبر قوه شارحه بتدفع الانسان للامام. فالامل هو اكسير الحياه. فلولا الامل ما ذكر طالب ولا نجح ما نجح، ولولا الامل في حصول الولد ما حدث في موضوع الزواج. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيامرنا ان تكون عندك امل، اقتداء بالانبياء عليهم الصلاه والسلام. فالرسول كان عنده امل في كل شيء صلى الله عليه وسلم. يعني في الغار كان عنده امل، لا تحزن إن الله معنا. موسى عليه السلام يعني خد موسى عليه السلام كان عنده أمل قدام في موضوع فرعون يلاحقه، فقال كلا إن معي ربي سيهدين. وسيدنا زكريا عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى رزقه بإيه؟ على كبر. وقد بلغت من الكبر عتيا، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. فالإنسان لابد يكون عنده إيه؟ أمل. فلا تيأس من رحمة الله ولا تقنطوا من رحمة الله. والبنات مش وحشة. طبعا. نرجع لحضرتك تاني، وإن الانتحار هو مش كفر ولكن هو كبيرة من الكبائر. تمام. اتفضل. فلما استيقظ الطفيل بن عمرو وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصة، فقال له فبقيت يده، فقال له رب العالمين اصلح ما أفسدته. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر ليدي، اللهم اغفر إيه ليدي. فلو كان المنتحر كافر ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه اللهم اغفر إيه
اللي هي داي. صحيح. واذا كان ولو بحكم المنتحر ده ان هو كافر، اذا لا طالما ان هو كافر يبقى لا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، طالما انتم بتقولوا ان هو كافر. ولكن هو مؤمن عاصي، له اجر له حكم المشيئه، ان شاء غفر له وان شاء عذبه. الانتحار يعتبر من الظواهر السلبية زي ما قلنا، زي التي تفشت في المجتمع. وطريقة الانتحار يعني في عوامل برضو عاطفية للانتحار. ربما يكون في طبعا قصة حب ما بين شاب وفتاة، وحاسس ان ما فيش غيرها في الدنيا، فانا هروح اموت. وانتهت بالفشل. صحيح صحيح. وانتهت بالفشل، هذا ربما يقود بهم ايه الى الانتحار كذلك. صحيح. في برضو القتل الرحيم، ده برضو من العوامل الطبيعية. قتل الرحيم يعني ايه؟ المريض اللي هو الميؤوس في شفائه. المريض الميؤوس في شفائه، طالما هو قايس في شفائه بيمنعه عنه الدواء وخلاص، يقول خلاص مفيش فايدة في الطب فيموت. صحيح صحيح. فدي طبعا ممنوع، ده حرام. فالطبيب لابد ان يعالج المريض لاخر نفس في حياته ويبذل له الطب، لان الاسلام دعا الى التداوي، تداووا عباد الله، فان الله لم ينزل داء الا وجعل له ايه؟ دواء. علمه من علمه وجهله من جهله. صحيح. هناخد تليفون بس من استاذ مصطفى. من منين معلش؟ استاذ مصطفى من الغربيه، اهلا بحضرتك يا فندم. استاذ مصطفى، الو الو استاذ مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا فندم الشيخ، مع حضرتك. كنت حابب اتواصل مع الدكتور محمد. استاذ مصطفى استاذن حضرتك توطي التلفزيون. حاضر تمام. اتفضل سؤالك. كنت حابب اتواصل مع الدكتور محمد ده. اتفضل مع حضرتك يا فندم. الشيخ مع حضرتك يا استاذ مصطفى. بصبح على حضرتك الاول يا دكتور محمد. اهلا بحضرتك. اهلا بيك، سؤال حضرتك. كنت حابب اقول لو في 2 جيران مثلا بيتخانقوا مع بعض على طول وفي نزاع مع بعض على طول، ايه حكم الاسلام في كده والمفروض نامرهم بايه مثلا؟ تمام. ماشي يا فندم، بشكر حضرتك. الجار يا استاذ مصطفى هو كل من يجاورك في بيتك او في عملك او في شارعك، والاسلام بيحض على الاحسان الى الجار. يعني الاسلام لما امرنا بالاحسان الى الجار ليس مطالب الاحسان بس، ده امرنا بكف الاذى عن الجار، امرنا بالاحسان الى الجار، امرنا بالصبر على اذى الجار. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره. فلا يجوز لجار ان يعتدي على جاره بالسب او بالشتم أو بتعليه المزياع أو برمي الكازورات أمام بيته، لأن هذا يعتبر من صور نلعب كورة في الشقة مثلا. ده يعتبر ده صور من صور الإيذاء للجار. صحيح. فأنا أقول لهؤلاء الجيران لابد أن يتمسكوا بقيم والأخلاق الحميدة، وأن يتمسكوا بالقول الحسن، لأن كل كلمة بيتلفظ بها الإنسان سيسأل عنه. ما يلفظ من قول إلا لديه إيه؟ رقيب عتيد. والإسلام بيأمرنا بالقول الحسن، فالكلمة الطيبة صدقة. وقولوا للناس إيه؟ وقولوا للناس حسنة. فالجار كل من يجاورك في بيتك أو في عملك أو في شارعك، فالإنسان لابد أن يحسن إلى جاره حتى ولو كان الجار ده على غير على يعني يعني على ملة الشرك. فالإسلام أمرنا بحسن الجار حتى ولو كان على دين إيه؟ الشرك. ابدأ بجارنا اليهودي، ما زال جبريل يوصيني بالجار إيه؟ حتى ظننت أنه إيه؟ حتى ظننت أنه سيورثه. فلا بد على الجيران ان يحسنوا العلاقات، وكل جار ان يصبر على اذى جاره، وكل جار لابد ان يحسن الى جاره. لا يردش الاساءه بالاساءه، لا يرد الاساءه بالاساءه، بل هو يحسن اليه. الرسول كان دايما يوصي الصحابه، ابو ذر بيقول اذا طبخت مرقه فاكسر ماءها ثم انظر الى اهل بيت من جيرانك فاصبهم منها بمعروف. فالاحسان الى الجار، كف الاذى عن الجار، الصبر على اذى الجار. معنا مكالمه ثانيه، محمد من القاهره. الو. الو محمد. استاذ محمد حاول تتصل بينا مره تانية يا فندم. اتفضل حضرتك.
بالنسبة لموضوع الانتحار برضه ربما يكون الدافع للانتحار زي ما قلنا الجانب احنا عايزين العاطفي. صحيح احنا نتكلم عن الدوافع اللي بتخلينا نعمل كده. ربما يكون الجانب العاطفي، قصة حب ما بين شاب وشابة صحيح. انتهت بالفشل فيؤدي إلى الانتحار. ربما يكون الانتحار سببه الفقر، ربما يكون انتحار الإنسان ضاقت به المعيشة، مفيش عمل، في فراغ، مفيش حد بيصرف عليه، الظروف الاقتصادية السيئة، يقوم يلجأ إلى الانتحار. فأنا كل الإنسان فهو لو يعرف دينه كويس وبيقرأ في دينه كويس تمام، هيعرف إن الرزق ده بتاع ربنا يعني. ولو عرف إن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عاش عيشة الفقراء، وكان يمر عليه الشهر والشهران ولم يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، وعندما سئل الرسول ماذا كانوا يعيش قالوا محمد كانوا يعيشون على الأسودين التمر والماء. فالإنسان لابد أن يصبر على هذا الفقر. وكان الرسول دايما يتعوذ، اللهم إني أعوذ بك من من الفقر والكفر صلى الله عليه وسلم. والإنسان لابد أن هو يشغل عمله، يشغل وقته، لأن البطالة والفراغ ده برضو من الأشياء اللي هي الدافعة للانتحار. أستأذن حضرتك معلش، احنا مكالماتنا النهاردة كتير جدا. معنا رؤية من أسوان. ألو، ازيك يا فندم؟ تمام، ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضلي مع حضرتك، سامعك. بقول لك يا شيخ، انا عايزه اتعامل يعني القرين معايا تعبني وكده، يعني عايزه ايات معينه وكده اقراها، اصل انا رحت للشيخ وكده وعمل لي حجاب وندمت اللي انا رحت له. طب يا يعني فندم عايزه ايات معينه كده اقراها ولا اعمل ايه بالظبط؟ بشكرك يا فندم، الشيخ هيرد على حضرتك. بالنسبة لموضوع القرين أو المس أو الأشياء اللي بتحدث لبعض الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن احنا لابد أن نتحصن بالرقية الشرعية. على رأس هذه الأمور التي أمرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، عليك بقراءة الفاتحة، عليك بآية الكرسي، عليك بخواتيم سورة البقرة، عليك بخواتيم سورة الحشر، عليك بأول 10 آيات من سورة الصفات، عليك بسورة الهمزة، عليك بالقواقل، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، عليك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أعداد معينة؟ آيات معينة. أداء، لا أعداد، يعني بتقرأ ثلاث مرات كل ده مثلا على ولا ماء مرة كل مرة لكل حاجة مرة واحدة طيب. على ماء، ثم بعد ذلك عليك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم وذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافيني من أنفس الجن وأعين الإنس. وعليك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، اللهم كما أمرك في السماء فاجعل رحمتك علينا في الأرض، اللهم رب الطيبين اغفر لنا اسمنا وذنوبنا وخطايانا، ونزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على فلان أو علي، واذكر الاسم، اللهم غارة النجوم وهدأت العيون، اهد ليلي وأنم عيني يا رب العالمين، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الله وحسبي، حسبي الله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، من قال ذلك يقول هديت ووقيت وكفيت وتنحى عنك الشيطان. فضلت الشيخ مع الأسف الحلقة، يعني أنا مش عارفة أقول إيه لأن عندنا موضوعات كتير، يعني أنا ما عرفتش أعمل أي حاجة. إحنا أستاذ محمد إحنا مش هنقدر ناخد المكالمة لأنه مع الأسف عندي سؤال مهم لازم أختم بيه. أستأذن حضرتك بقى تقول لنا آخر حاجة، عايزين رأي الأزهر، وعايزين نعرف إن يعني نعمل حد لموضوع الانتحار في بوينت اختصار بسيط جدا. تمام، وعايزة من حضرتك كمان هتقول لنا عايزين ازاي نصل رحمنا وازاي نبتدي نخلي نود ونزور وكده. اتفضل. بالنسبة لموضوع حالات الانتحار، الإسلام وضع علاج لهذا الانتحار. أولا لابد من التمسك بمبادئ وتعاليم الدين الحنيف. ثانيا لابد من الابتعاد عن اليأس والقنوط والإحباط، والتحلي بفضيلة الأمل. الأمل هو إكسير الحياة. ثالثا لابد أن نبتعد عن الجزع، لابد أن نبتعد عن الجزع، ولابد من الصبر والثبات، لابد من الصحبة الصالحة، لابد من الصحبة الصالحة. أنا هو خلاص وقت البرنامج انتهى، بس أنا هخلي حضرتك تقول دعاء لكل سادة المشاهدين ودعاء في آخر البرنامج، ولكن أنا هختم مع مشاهدينا علشان حضرتك تقفل معنا. بشكر سادة المشاهدين، بعتذر لكل المكالمات اللي معانا، إن شاء الله نعمل لكم حلقة تانية قادمة بإذن الله. أسيبكم مع فضيلة الشيخ، كان معكم منى صالح، برنامج رؤية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد عن مصر كيد الكائدين، ورد عنها خراب المخربين. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.